بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. في هذا الدرس بإذن الله سندرس حرف آم، وسيشاركني في هذا الدرس آدم هنان وهو يدرس في المستوى الثالث ابتدائي. يا الله على بركة الله آدم نبدأ. اليوم سنتكلم على حرف لا لتر ام. ام زائد ا تساوي ما، وهو يشبه في النطق حرف الميم مع الفتحه. ما مامون. ام زائد ا تساوي ما، وهو يشبه في النطق حرف الميم مع الضمه في اللغه العربيه. مودير. بيان. ام زائد اي تساوي مي، وهو يشبه في النطق حرف الميم مي مع الكسرة في اللغة العربية. ام زائد أ تساوي ما، وهو يشبه حرف الميم مع السكون. ميرسي. بيان. ام زائد أ تساوي مي، وهو يشبه وليس عندنا نطق في اللغة العربية مي. ميزي. ام زائد إغريك تساوي مي، وهو يشبه في النطق حرف الميم مي مع الكسرة في اللغة العربية مي. والآن ستكتب، سأملي عليك بعض الكلمات وتكتبهم لي باللغة الفرنسية. دومينو، تفضل. دو دومينو. بيان. دابا غادي تدور على الحرف المقطع اللفظي اللي قريناه الان. يلا وريني في هذه الكلمه. مي. اي ما شاء الله على ادم. اكتب لي ليموناد. لي موناد. ليموناد. بيان. ما شاء الله على آدم. وريني المقطع اللفظي اللي قريناه اليوم. ما. بيان. تبارك الله على آدم. كنتمنى أن هذا الفيديو ينال إعجابكم وتكونوا استفدتم منه. أترككم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو جديد مع حرف جديد. مع السلامة.